Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudara seiman saya, saya mengajak saudara-saudara untuk mendengarkan surat Rahman yang saya ambil dari YouTube di Islam Itu Indah Islam channel. Langsung sajalah kita mendengarkan surat Rahman yang merdu ini. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي كذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء كذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي كذبان يا معشر
أشجار الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن فبأي آلام
تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Setiap saya dengar surat Ar-Rahman ini, bulu kuduk, bulu semua nih, apalagi bulu tangan saya, semua merinding. Nggak tahu dengan syair-syairnya itu mengena ke hati saya. Sorry ya, saya nggak tahu setiap dengar surat Ar-Rahman ini bawanya cengeng. Nggak tahu lah kalau orang lain kan. Makasih sudah mengikuti channel ini. Di channel Islam itu indah, tapi kalau saya di Damkar Tarakan, daripada saya kerjakan yang lain, lebih baik saya mendengarkan surah-surah ini. Apalagi saya mau menghafal surat Ar-Rahman. Jadi sama-samalah kita menghafal surat-surat Allah yang diturunkan oleh Allah ke para nabi, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini saya sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan yang menonton surat Ar-Rahman ini dan mendengarkan baik-baik isi kandungan surat Ar-Rahman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.